أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي لعام 2022، حيث زادت قيمة الصادرات الصناعية إلى 174 مليار درهم في عام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم. وشهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد الرخص الصادرة مع إصدار 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة، إضافة إلى نجاح برنامج القيمة الوطنية المضافة في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات للشركات الوطنية.